سلام أحبائي، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة سهلة وسريعة واقتصادية تفرحوا بها أهل بيتكم وتشربوا بها قهوة في هذا الشتيوة مع حضنة حليب. حضنة حليب تقولكم ربي يخليكم ديما مجمولين وفرحانين. وبقوا سيداتي معايا للآخر، حضرت لكم وصفتين روعة قليلة فيهم باش تتهلاو في رواحكم انتوما تاني. وهيا معايا نبدأ الوصفة تاعنا. بسم الله. هنا حبيبتي راح تحتاجوا بيضة واحدة، كما راكم تشوفوا تحطوها، ومن بعد راحين تحتاجوا 3 ملاعق من السكر. ولي حبتها هنا كي ديروا 3 ملاعق راح تجيكم موز يعني مليحة، بصح لي حبة السكر كتر تزيد بيان سور بلا باتور بلا حتى حاجة، خلطوهم مليح حتى يذوب السكر. وبعدها تزيدوا للزيت، تزيدوا 9 ملاعق من الزيت وتكملوا تخبطوهم مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم الخليط. فوالا كيما راكم تشوفوا. وبعدها هاد ليتاب حتى نتخلطوهم مليح مليح يتجانسوا يصبح على شكل كريمة هكا. ومن بعد هاد ليتاب تزيدوا 3 ملاعق من جوز الهند. انا لهنا خلطته بشوية كاوكاو كان عندي يعني باش يزيد الذوق برك، من توما تقدروا تديروا غير الجوز الهند. بعد هاد ليتاب من الاحسن احبائي انكم تستعملوا لاسباتول اون سيليكون، ومن بعد تزيدوا 10 ملاعق من الدقيق السميد يعني الرطب ماشي المتوسط، الرطب لازم، وتبقاو تخلطوا فيه بلاسباتول حتى يتجانسوا مليح كل المواد اللي درناهم. ولا حبيبتي كيما راكم تشوفوا في الصورة اني نخلط فيها غير بشوية باش يتجانسوا المواد كلهم مع بعضهم، وهذاك السميد يشرب المواد اللي حطيناهم مع الاول. لهنا زدت له رشة تاع ملح باش ما يجينيش صامت، رشة خفيفة طبعا. ولهنا نزيد له العروس تاعنا اللي هي استعملت انا بيفيدوس على فريز تاع حضن حليب. وانتم ما تقدروا تستعملوا اي نكهه واحده اخرى كيما النكهه تاع البنان ولا البيش، يعطيهم ذوق روعه روعه روعه، ويعطيه واحد الهشاشه اللي جاتو هايلين بزاف، هايله هذيك الهشاشه ويبقى طري معاكم كيما راكم تشوفوا. تخلطوا حتى يولي كومبليتوم خفيف. انا لهنا عفوا درت 2 بو تاع ياغورت بيفيدوس على فريز. ولهنا طبعا راني زدت له نص باكي تاع خمارة، زيدوا نص باكي تاع خمارة مع الاخر خلاص. لهنا حبيباتي تغطوه بالبابي سلفيريزي ولا سيلوفان باش تخلوه يرتاح من 15 مينوت حتى 20 مينوت حتى يشرب هذاك السميد المواد كلهم، يعني تلقاوها نشفت بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا فيها لهنا. ولهنا تحكموا شويه تاع زيت في يديكم، عفوا توجدوا البلاطو تاعكم ومن بعد تحكموا شويه تاع زيت في يديكم باش ما تلصقش معاكم لاباط، وتكونوا كريات كما راكم تشوفوا معايا في لا فيديو كما راني ندير انا. تكونوا كريات صغيره ماهيش كبيره بزاف، وتحطوهم في البلاطو وشني بعدوهم شويه على بعضهم باسكو من بعد تزيد تكبر الحبه شويه، كي تطيب تزيد تكبر الحبه.
كما راكم تشوفوا لهنا انا وجدت زوج سنيوات، هذه السنيوه الاولى، وجدت سنيوه واحده اخرى، يعني دير لنا كميه لا باس بها. وتحكموا هذوك الكريات تعبزوا عليهم بشويه باش تبلاطيوهم. هنا بعد ما طابوا في الفرن لمده 8 دقائق الى 10 دقائق وتشعلوا عليهم من الفوق. المره الاولى تشعلوا من الفوق حتى يحمروا، ومن بعد تشعلوا من تحت، يعني تحمروهم ابان من تحت لانه السميد يطيب بالخف. فوالا كما راكم تشوفوا. ثم هنا انا خيرت اني نزينها بالمعجون وبالجلجلان مرحي، لانهم ناس بيتي يعني يحبوا المعجون والجلجلان. انتم تقدروا ديروا شوكولا، تقدروا ديروا كاراميل، صوص كاراميل، تقدروا ديروا اي حاجه وتزينوا بها، مكسرات من فوق، لي سيريس كونفيت، كيما حبيتوا. التزيين يبقى اختياري. فوالا كيما راكم تشوفوا، ندير شويه معجون ونرش عليها شويه جلجلان. فوالا ونحطوهم في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا لهنا. شهيتكم بالصحه ولهنا ان شاء الله، وجيسبر تجربوها وما نقولكمش بنينه تسخف. فوالا كيما راكم تشوفوا، هاني نقسمها بكل سهوله، تجي شيشه روعه. وما نقولكمش مع اتاي سخون ولا مع حليب سخون، روعه. شهيتكم بالصحه ولهنا، جيسبر تجربوها وكتبوا لي في التعاليق. والان حبيباتي بعد ما كملتوا وزهيتوا داركم، هاي نمروا سيداتي تتهلاو في رواحكم مع هاد الوصفتين اللي روعه، يصلحوا للايدين ويصلحوا للوجه. دوكا نمروا باش نشوفوا مع بعضنا المقادير ويعني المكونات، وجيسبر تجربوهم وترجعوا لي خبر. لهنا تحتاجوا وحده تاع نسكافيه مع صفار تاع البيض، تخلطوهم بيان كوم يلفو مع بعضهم. هذا يعتبر غوماج اي اون ميم طون يعتبر ام ماسك. لهنا تزيدوا لهم شويه تاع خميره تاع الكاطو، مفعوله روعه البنات ما تقدروش تتصوروا. تزيدوا لهم حبه تاع فرماج، ولهنا تزيدوا لهم جست قطيرات برك تاع الخل. من الاحسن يكون خل التفاح، بصح انا ما كانش عندي خل تفاح، درت الخل العادي. تخلطوهم بيان، راح تشوفوها تفور شويه، ومن بعدتك تزيدوا لهم ياوغت. هو يعني يقولوا لك لازم الياوغت ناتور، مي انا والله صدقوني غير نستعمل الياوغت يعني المنكه، ولا اللايت كيما هنا استعملت المنكه باللايت تاع حضنة حليب، منكه بالمشمش. فوالا، وتزيدوا لها لا مايزينا حتى تثقل معاكم بهذه الطريقه. ثم طبقوها على يديكم ولا على وجهكم، هنا تحكموا ان بانسو، طبقوها على يديكم، تتهلاو في ديواتكم شويه وتتهلاو في انفسكم. فوالا طبقوها في اليد كامله وتخلوها حتى تنشف، يعني حوالي 80%. من بعد كما راكم تشوفوا لهنا انا نشفت معايا، تحكموا تبرموها غير بالايد، تشمخوا يدكم شويه وتبقاو تبرموا فيها. ثم او ميم طون راكم ديروا في ان غوماج، تنحوا في تقشير، يعني تنحوا في الخلايا الميته من الجلد تاعكم، اي او ميم طون تبيض وتعطي واحد النظاره للبشره روعه. كما راكم تشوفوا لهنا، من بعد تغسلوا بالماء البارد
وترطبوا يديكم طبعا بأي مرطب عندكم، ترطبوا يديكم وترطبوا الوجه تاعكم. وش نقولكم، تحسوا رواحكم تنفسوا من بعد. شوفوا لا ديفيرونس بين يدي اللي استعملت فيها لو ماسك ولا لو قماش واليد الأخرى. فوالا. وهنا حبيباتي نمروا للماسك ماسك الزوج. هذا الماسك هو ضد التجاعيد، وروعة روعة روعة، ما نحكي لكمش يعني فريمون. انا هادو نعتمدهم دائما في روتيناتي. هنا تستعملوا بياض بيض فوالا، وتستعملوا لا مايزينا، النشا، نشا الذرة، وتستعملوا طبعا ياوغت، يا إما ياوغت طبيعي تحضن حليب أو ياوغت أي ياوغت واحد أخر عندكم في البيت. ولا وتابليكيوه طبعا كما العادة بلو بنسو، تخليوه على البشرة تاعكم لمدة حوالي نصف ساعة، وراح يعطيكم مفعول روعة، يا إما بالنسبة للتجاعيد ولا للمسامات المفتوحة أو للتبييض، يعني يبيض ثاني. شكرا أحبائي، يوم سعيد.